السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل طبق سلطة. طبق سلطة بنجر، سلطة بنجر. المكونات بتاعتنا جزر مسلوق نص سلقة، وبنجر مسلوق برضو متقشر، وعندنا بصل حلقات، بصلية حمرا حلقات. البصلية ديت عليها سنة ليمون وملح وفلفل عشان ما يبقاش ليها ريحه. وعندنا جرجير زي ما انتم شايفينه كده، يعني طبق حديد في حديد. بالنسبه للصوص بتاعه عندي ليمونه معصوره، والليمونه احط عليها ايه؟ زيت زيتون. الاول احط ايه؟ عسل، معلقه عسل، وزيت زيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة فلفل اسود، سنة ملح، وبكده يا جماعة طبق السلطة بتاعنا الجميل ده يكون خلص. شايفينه جميل ازاي؟ كده بقى نحط الصوص عليه اللي هو كان زيت زيتون وليمون وعسل وملح وفلفل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.